السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا هذه القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأسود اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تتواصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات الجلابة والقفطان المغربي. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذا الموديل هذا ديال التكشيطة بالثوب ديال التليجة من نبتة بالعقيق. يعني هذا الموديل تواصل معنا السي رشيد من ايطاليا، قال لنا بغينا نصايب الوالده واحد التكشيطه. بالمناسبه تحيه للحاجه الزرق رابحه من دوار ولاد صالح ابني مسكين، قال لنا بغيت نصايب ليه هاد التكشيطه هذه بالثوب ديال التليجه ومنبته بالعقيق. عطانا القياس ديال الوالده وصيبنا لي دابا هاد التكشيطه هادي، وغادي نرسلوها ان شاء الله للحاجه الزرق رابحه في دوار ولاد صالح ابن مسكين، الله يخلي ليه الحاجه، الله يعطيها صحيحتها. كما كتشوفوا الموديل جا راقد ورائع ديال هاد التكشيطه بالثوب ديال التليجه مخدومه بالصم ومنبته بالعقيق. كما كتشوفوا الخدمه ديال القفطان، يعني راه كله مشى منبت بالعقيق، خدمة ديالو جات راقية ورائعة. التحتاني درنا ليه التوب ديال الكريب، والفوقاني بالتوب ديال التليجة. التحتاني إلا بغات تلبس غير قفطان بوحدو، يعني راك تحيد هاد الفوقاني هذا، تحيد الفوقاني وتلبس التوب ديال الكريب يعني في القفطان. كما كتشوف القفطان راه جا كله، يعني راه عامر مخدوم حتى الكول ديالو، الخدمه ديالو جات راقيه، يعني كله عامر من الفوق حتى لتحت. والفوقاني درنا ليه هاد العقيق مخدوم في الدفينه بالتوب ديال التليجه، موديل جا راقد ورائع ديال هاد التكشيطه هادي. تحية الأخ رشيد من إيطاليا، تحية للناس اللي كيشاهدونا يعني من جميع أنحاء العالم. إلى عجبكم هذا الموديل هذا، ما عليكم لا تسكرينوا الموديل وغتصيفطونا في واتساب ونقول لكم الثمن ديالو بشحال كيطلع بالثوب وخياطة. الإرسال راه داخل وخارج المغرب، يعني فين ما كنتي كتوصلك حتى للدار، سواء كنتي داخل المغرب أو خارج المغرب، يعني في جميع أنحاء العالم، يعني راه كتوصلك حتى للدار. ما عليك إلا تعطينا القياس ديالك، سواء بغيتي ديريها مثلا في هذا اللون في الابيض او ديري شي لون واحد اخر، يعني غتواصل معنا في الواتساب، حنا غنرسلوا لك الالوان اللي كاينين عندنا، الالوان ديال التليجه اللي كاينين، وغتعزل منهم اللون اللي بغيتي، وغادي نصيبوا لك ان شاء الله هذا الموديل هذا. كما كتشوفوا الخدمه ديالو جات راقيه ورائعه، بالنسبه غير القفطان بوحدو، ندوزوا القفطان بوحدو. عندي خدمه ديالو راه راقيه، حتى بغيتي تلبس غير قفطان، بغات تلبس مثلا قفطان بوحدو راه يمكن يتلبس. كما كتشوفوا الخدمه ديالو منبت بالعقيق، الخدمه ديالو راقيه. بالنسبه للمحل عندنا راه كاين في سيدي بنور في دكاله، انا عليكم لا تواصلوا معنا في الواتساب تعطينا العبار ديالكم والموديل. اذا كان عندك شي موديل مثلا عاجبك وبغيتي تخدمي عليه، راه صيفطي لنا غير الصوره ديال الموديل وحنا راه غادي نقول لك الثمن ديالو شحال كيطلع. الا كان عندك الثوب غترسلي لنا الثوب، كنعطيك العنوان ديالنا وكترسلي لنا الثوب. ما كانش عندك الثوب راه حنا كنتكلفوا بالثوب كناخذوا لك، وكنتكلفوا بالثوب وخياطه. الارسال كما قلنا راه داخل وخارج المغرب. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك باش تبقوا ان شاء الله دائما نشاركوا معكم الجديد ديال الموديلات الجلابه والقفطان. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.